تحياتي أعزائي عزيزتي متتبعي ومتتبعات قناة الثقافة العربية والترجمة. هذا الفيديو هو فيديو مهم، يعني في الحقيقة لم أتجرأ قط أن أقول على أن فيديو من الفيديوهات المتواضعة التي أنتجها ضمن هذه القناة، لم أقول عنه على أنه مهم، ولكن هذا مهم. هذا الفيديو هو قديم خطير، لا بد أن يحين به، لأن عنده واحد الرهينية كبيرة جدا. ما هو هذا الموضوع الخطير الذي أريد أن أذكره هنا في هذا الفيديو الخاص؟ خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. هذا حدث قديم عمره 7 سنوات، خلت 2017، وقطب هذا الحدث كانوا عزيز بن عزوز رئيس اللجنة. وهنا رجاء لا ندخل في التفاصيل السياسية للشخصين، فما يهمنا هو أن شخص يقول كذا وشخص يقول كذا، ونحن سنستنتج منه ما ينفعنا لوقتنا الراهن، كما كيقولوا لو جو ايسي مانتونو، يعني الآن. ما يهمنا هو أن هذا الأقطاب ديال هذا الصراع هو من جهة عزيز بن عزوز كان في الموقع ديال المعارضة من الحزب ديال البام، لا يهمنا هذا، ولكن كان هو رئيس اللجنة. أدلى حين ذاك بمجموعة من التصريحات، وعبد الإله بن كيران طبعا هو حين ذاك متزعم إصلاح التقاعد المذبحة، معناها على أن المرحلة الأولى ديال إصلاح التقاعد تمت في هذه اللحظات. علاش أنا الآن يعني أرى على أنه أعزائي على أنه ضروري أن نذكر الآن هذه المسألة؟ لأن هذيك الجزء الأول، هذاك السيناريو الأول، أو هذاك يعني الجزء الأول من المذبحة، الآن راه غادي تجي الجزء الثاني من المذبحة. طبعا إن لم نقم فرادى وجماعات من أجل التصدي بقوة لهذه الإشكالات، لأن الحلول لسوليسيون سون أيور، الحلول موجودة في أشياء أخرى، وهذا ما سنستنتجه من خلال يعني بعض مقتضيات التي نطق بها حين ذاك عزيز بن عزوز كرئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد الآن إذن. ولكن هذه التصريحات لابد أن نضعها الآن في سياق جديد وفي مرحلة أخطر، لأن الآن إذا كانت إصلاح التقاعد اللي تمر على الموظفات والموظفين في الإصلاح التقاعد مذبحة في عهد عبد الإله بن كيران، فالآن هذا ماشي غير مذبحة، هذا راه إتمام لهذه الصفقة الجهنمية الخطيرة اللي بغات تذبح الموظفين والموظفات وتعجل بالاندثار ديالهم، بل وتزيد تنهب من الأموال ديالهم الخاصة. إذن هذا فيديو مهم، وأنا سأكتفي بالتقاط التصريحات التي كانت آنذاك، وهي الآن راهنة 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 من 2017 حتى 2024. إذن مرحبا بكم. ملخص التقرير، ركزنا في هذا الملخص على الخلاصات الأساسية اللي وصلنا لها كلجنة ديال تقصي الحقائق. الخلاصة الأساسية اللي وصلنا لها هو أن الصندوق المغربي للتقاعد كيسال فلوس الدولة، لأنه ما تمش الاحتساب قاعد كل فلوس اللي كانت كتخرج من الصندوق، خاصة من نظام المعاشات المدنية، كانت كتخرج كتمشي لبعض الأنظمة أخرى، وكتمشي في غيري في خصها تمشي يعني المعاشات ديال المتقاعدين، وبالتالي هذوك فلوس خصهم يرجعوا، وحتى لأنه هناك فوائد على المتأخرات، مع احتساب الفوائد واحتساب المتأخرات غيكون واحد المبلغ مهم جدا اللي كان غيعفينا من الإصلاح اللي دار واللي كلف المنخرطين كثير، لأنه تزاد في النسبة ديال الاقتطاعات ديال الاشتراك، غتزاد من 10 ل 14% للموظفين، ومن 10 ل 14% كذلك للدولة. وحنا كنقولوا اصلا خص اعتماد على المبدأ العالمي، خصنا نتجاوزوا هاد 50-50%، خصنا نمشيو للقاعدة ديال الثلثين الثلث، راه درناها في التوصية. إذا فحنا قلنا ودي لو أنه
تم الالتزام بهذه المتأخرات كلها ما كناش غنكلفوا الموظف يخلص تزاد ليه في نسبة الاشتراك، أو أنه نراجعوا له ذاك القسط السنوي ديال 2.5% أو حتى التقع، معناه ما كناش غنضطروا نديروا هذا الإصلاح المقياسي ديال 2016. لذلك رفعنا توصية ديال أنه هذا الإصلاح المقياسي خصو يتوقف فورا. تحية نضالية عالية للجميع، تبقوا على خير وإلى لقاء آخر.